لمزيد من النقاش حول جلسات المحور السياسي وما تم مناقشته بالأمس، ينضم إلينا أستاذ هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أستاذ هشام، مرحب بك معنا على إكسترا نيوز. وفيما يتعلق بالمحور السياسي ومناقشة موضوعات العمل الأهلي في مصر وقانون تنظيم العمل الأهلي، وأيضا جلسات حول تشجيع التفاعل وربما الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج وحرية البحث العلمي، وأيضا استكمال لقضية هامة جدا وقانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون مجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات. بداية يعني نظرة سريعة حول ما تم مناقشته بالأمس، حين كلها قضايا هامة جدا وبتهم شريحة كبيرة جدا من يعني العاملين في هذه القطاعات. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. بداية قوية طبعا في الأسبوع الرابع في المحور السياسي. الحوار الوطني طبعا بيقطع أشواط كبيرة جدا، وامبارح احنا كنا بنشوف ملف مهم. المحور السياسي كان عندنا ثلاث موضوعات مهمة امبارح كنا بنتكلم فيها. أولا هو كان الملف بتاع المجتمع الأهلي، الجمعيات الأهلية، وده ملف في الجزء مهم جدا. احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، كنا اتكلمنا في التعاونيات جلسه بتاعت امبارح في قانون الجمعيات الاهليه، يبقى لسه فاضل لنا جلسه في النقاش. اللي كان حاصل بقى امبارح ان احنا بالنسبه لنا شفنا ان فعلا الدوله المصريه في في الفتره اللي فاتت دي ان المجتمع الاهلي قطع اشواط كبيره جدا من خلال مجموعه من الاجراءات حطت مصر على دلوقتي فيما يتعلق بالمجتمع المدني على خطوات صحيحه وقابله للتطوير بشكل كبير جدا، بحيث نكون من الرواد فيه في المنطقه على الحقيقه. طبعا من اول قانون 2019 وبعدين 2022 المجتمع المدني، التحالف الاهلي، وبعد كده المبادرات بقى الانطلاق في الواقع لتحقيق انجازات كبيره جدا في ارض الواقع. فبقى قانون 2019 كان نقله كبيره جدا في المجتمع في مصر، المجتمع الاهلي، وحقق انجازات كبيره جدا. وعلى الحقيقه القانون يعتبر يعني من القوانين اللي هي عالميه من القوانين الجيده جدا، ولكن احنا بقى بنبني، ودي خطوه بقى مهمه، بنقول الشكل اللي احنا رايحين له في بعض الملفات في القادم المصري، ان احنا رايحين دلوقتي رايحين نعمل تطوير كبير تنميه من خلال مناقشه بقى كل القانون. طبق بقاله 4 سنين، اللائحه بتاعته بقى لها 3 سنين. بدا نقدر نقول ملامح اثر تشريعي، يعني احنا بالنسبه لنا يعني اكيد هيكون في مناقشات عديده في هذا الامر، تحديدا فيما يتعلق بمجتمع المجتمعات او المجالس المحليه وغيرها في مصر ضمن المحور السياسي. بشكرك استاذ هشام، شكرا جزيلا.